مالك يا ابو البنات؟ شايل طاجين ستك على دماغك؟ لا ابو البنات ابو البنات، سيبيني في اللاني فيه وخليكي في حالك. طب اني كنت عايزه فلوس عشان اشتري جلابيتين انا والبنات. قضوها بالحاجات اللي عندكو لحد ما ربنا يفرجها. يا راجل ما خير ربنا كتير، بحبحها علينا كده وفك كيسك. منين يا وليدي منين؟ ما خلاص الترعة جفت وبانت ضفادعها. ترعة ايه وضفادع ايه؟ اني عايزه فلوس. وانت ما بتفهميش يا وليدي، انت بقولك ما فيش، بح خلصت خلاص. يلا غوري يلا غوري، قد كل قرف من التنين. انت الظابط المرتشي اللي اسمه حسام الهلالي؟ انا باشا الظابط اللي اسمه حسام الهلالي، بس مش مرتشي. شكلك ملاوي وعايز تتشد. تشد ليه؟ انت سألت وانا جاوبت، ايه المطلوب؟ انا هنا امرك وانت تنفذ الاوامر، مفهوم؟ ينظف الحمامات 15 يوم ولو ما نطفتش وبهتت على وساختك هيبالي معاك كلام تاني، مفهوم؟ انا عمال اقول شفته فين شفته فين. ده بقى الظابط بتاع الصعيد حسام الهلالي. مش فاهم حاجه يا ريس. احسن اهو دخل السجن وما خدش براءه زي ما كنتوا فاكرين. انا مش فاهم ازاي حسام يعمل كده. ده شيخ منصر يا استاذ، شيخ منصر اللي كنت بتدافع عنه وكان السبب في قتل بنتي، بنتي اللي ماتت من غير ذنب. انا حاسس زي ما اكون في كابوس ومش عارف اصحى منه. لا انت لازم تصحى منه يا دنايا، لازم عشان تاخد بيت اختك من اللي قتلها. انت بتقولي ايه؟ عايز يخش له السجن عشان يقتله؟ ما لو قتله هيدخل السجن ونفقده هو كمان، يبقى الاحسن بقى يطلق الست شاهين ده ونخلص من الناس دي خالص. يا ماما وشاهين ده ذنبها ايه بس؟ ذنبها انها اخته، وانا خلاص ما بقتش قادره اتعامل معاها، بقت عدوتي يا ناس. طب اهدي يا ماما ايدي عشان نعرف نفكر. مش عهده مش عهده الا لما تطلقها، فاهم ولا لا؟ واديني بقول لك يا انا يا هي في حياتك، سامع؟ عاجبك اللي بيحصل ده بابا؟ نصيحتي ليك يا ابني انك ما تسمعش كلام امك ومسير الايام تنسيها اللي بيحصل. مش هتنسى بابا، انا عارف ماما كويس، هتفضل تمرر في عيشتنا اكتر ما مر. خير يا باشا؟ ايه الموضوع المهم اللي ساعتك عاوزني فيه؟ شوف يا محمد، انت زي ابني وانا فخور بيك، وانا واثق ان هيبقى لك مستقبل كبير قوي في الداخليه وسط زمايلك، بس في موضوع مهم قوي لازم تعرفه. ايه هو الموضوع يا باشا؟ انا مضطر افسخ الخطوبه اللي بينك وبين ريهام. ليه يا باشا؟ هو حصل مني حاجه لا سمح الله؟ بصراحه لا. ايه الداعي لفسخ الخطوب؟ انت عارف انا مركزي حساس قد ايه بصفتي مسؤول، هي اسمي وسمعتي في الداخليه، ودخول حسام اخوك السجن في قضيه مخله بالشرف ده شيء يؤثر عليا سلبا وسط زميلي ورؤسائي في العمل. طبعا ده شيء انا ارفضه بتاتا شكلا وموضوعا. انا فاهم وجهه نظر سعادتك، بس انا وريهام بنحب بعض ومتهيألي حاجه زي كده مش هتفرق معاها لانها هتتجوزني انا مش حسام. بس تفرق معايا انا لان انا ابوها واكتر واحد يعرف مصلحتها. طيب ممكن اتكلم معاها؟ انا اسف انت لا هتكلمها ولا هتقابلها، وارجوك تنساها خالص اذا كنت بتحبها او بتحب مصلحتها. يعني ده قرار سعادتك النهائي؟ للاسف اه، وارجوك تقدر موقفي، انا عايزك تعتبرني في مقام والدك، اذا احتجت اي حاجه من الداخليه انا تحت امرك في اي وقت. مفهوم، عن اذن سعادتك. مع السلامه يا محمد. محمد ليه يا بابا عملت كده؟ بابي عمل كده عشان مصلحتك يا حبيبتي. طب تخيلي كده لو كنتي اتجوزتيه وبقى عندك منه اولاد، عمهم كان هيبقى ايه؟ رد سجون؟ فوقي بقى يا ريهام.
بس ده ما كانش رأيك من الأول. يا حبيبتي الأول كان مجرد قضية، لكن دلوقتي خلاص خد حكمه بقى مذنب. طب ومحمد ذنبه إيه؟ ذنبه إن أخوه بقى رد سجون. الجواز ده نسب، وعلى رأي المثل حاسب قبل ما تناسب. بسم الله ما شاء الله، بطنك بدأت تبان يا شهندة. وإيه المشكلة يا ماما يعني؟ المشكلة إن جوزك ساهر ما يعرفش لحد دلوقتي. ومش هقوله يا ماما. وده ينفع يا شهندة؟ في واحدة في الدنيا تخبي على جوزها حاجة زي دي؟ ده حتى يبقى حرام. وهو مش حرام إنه يرميني كل الفترة دي وما يسألش فيا؟ اسألي أنت عليها. مش قادرة يا ماما، كتر الجفا يعلم القاسية. وذنبه ايه الغلبان اللي هيجي للدنيا دي وانتوا متفرقين عن بعض؟ كل شيء اسمه ونصيب يا ماما، واكبر دليل ان انا وابوه اخترنا بعض عن حب، وفي الاخر طلعنا بنخدع بعض. مش عارفه اخر الحكايه دي ايه. مش عارفه. كفايه بقى يا ماما كفايه. مين يا ماما؟ ايدي ورقة طلاقك. هو ده اللي انت كنت عايزاني اروح لصالحه؟ هقطع اخر شعره بيني وبينه. بس انا بقى هروح وهقول له الحقيقه. اوعي يا ماما تعملي كده، عشان لو عملتي كده مش هتشوفي وشي تاني. اوعي يا ماما ترخصيني، عشان انا مش رخيصه. ليه كده يا ساهر؟ ليه؟ قلت لك الارض من غير ظهر ملهاش عازه يا بنت اخويا. ما هو عشانك ده انا جيت اتحدث معاك يا عمي، عشان ما تكون لي ظهر وسند واعرف اخد حقي من علامه وولاده. بس كده غالي والطلب رخيص، لكن انا ايه مصلحتي من كده؟ اها، ما انت لو ساعدتني هساعدك، عشان تعرف تاخد ارض منصور اللي انت حاطط عينك عليها. اهو دي تبقي حكمة بنت اخويا، وخايف على مصلحتي. طب وانت كمان يا عمي هتخاف على مصلحتي وتبقى سندي ولا ايه؟ امال دي المصلحة واحدة يا حكمة، ما تخافيش.